حب النبي على الإنسان مفترض، حب النبي على الإنسان وحب أصحابه نور ببرهان، من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان، ولا أبا حفص الفاروق صاحبه، ولا الخليفة عثمان بن عفان، ولا عليا ولا عليا أبا السبطين من فتى، أوصى به الله في سر وإعلان، فهم صحابة خير الخلق خصهم رب العباد، رب العباد بجنات ورضوان، فمن أحبه قد نال منزلة عند الإله وجازاه بإحسان. يا إمام الرسل.